بص، دموع العين طبعا دي شكوى مش شائعة قوي لكن موجودة في نسبة كبيرة من الناس. لازم نفرق بين ان لما الدموع تزيد في العين في حاجة من اتنين، يا اما ان تكوين الدموع زاد، يعني ده اللي احنا بنسميها الاوفر برودكشن او السودو ايبيفيرال، او ان انا الدموع عادية بتتكون لكن ان القناة الدمعية اللي هي بتصرف الدموع فيها انسداد، يعني يا اما الدموع زادت يا اما ان تصريف الدموع ابتدى ان هو يقل. وفي جميع الأحوال هنبص نلاقي إن العين دايما الدموع زايدة وبتنزل على الخد مع المدى الطويل. طبعا الدموع الكتير اللي موجودة في العين ديت بيبقى ليها تأثير مباشر، إنها طبعا بتؤدي إلى زغللة في الرؤية، العيان ما بيبقاش عارف قوي لأن عينه دايما مبلولة. النقطة الطويلة إن الدموع لما بتبتدي تتكون بكمية كبيرة وتنزل عن الخد، بنلاحظ ان الجفون بالذات السفلية تبتدي انها تتقلب لبره. لما تتقلب لبره حتى لو احنا عالجنا سبب الدموع بعد كده بتفضل برضو المشكلة قائمة. فهي الدموع بتأثر على الرؤية وليها تأثير تاني انها برضو بتأثر على تركيبة الايه اللي هو الايليد اللي هو الجفن بتاع العين، وده بيعمل لنا مشكلة على المدى الطويل وممكن يحتاج إلى حاجة جراحية إن احنا نعدله. طبعا يمكن الحاجة الغريبة اللي ممكن تسأله، طب يعني الدكتور أنف وأذن بيتكلم ليه عن حاجة في العين؟ الحقيقة إن قصة الدموع دي عبارة عن مجال مشترك في الأنف وأذن مع الرمد. لان لما بيبقى عندنا انسداد في القناه الدمعيه، ويمكن الطرق اللي هم زمايلنا بتوع الرمد بيحاولوا يعملوا تسليك لهذه القناه، ان هم بيسلكوا هذه القناه عن طريق الجرح جنب القناه الدمعيه في العين من بره. احنا بالنسبه كانف واذن بنعمل نفس الكلام ده ولكن بالمنظار من جوه، بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا اي جرح في العين من بره. القصه بتاعه العلاج بتاعه الدموع هي مش رمد بس ولا انف واذن بس، ولكن هي الفكره فكره التيم ورك، ان الرمد مع الانف واذن بيبتدوا ان هم يشتركوا مع بعض، بندي اكبر النتائج من غير ما نسيب اي اثر في الجلد حوالين العين. وعلى المدى الطويل اثبتت هذه الطريقه ان نجاحها وفعلا. ان شاء الله هتتابعونا على ذا كلينيك. معاكم دكتور ايمن المدني، استاذ الانف والاذن والحنجره، كلية الطب جامعة اسكندرية. شكرا جزيلا.